البنات كتير لاباس عليكم. اليوم قلت غادي ندير البغرير وبغيت نبارطاجيه معاكم. الوغ شنو درت هنايا البنات؟ درت 3 ديال الكيسان ديال العنبه، كنعبر بهذا ديال العنبه، ديال السميده رقيقه، تكون رقيقه ماشي الغليظه، ولا تقدروا ديروا القمح سبيسيال، كاس ديال العنبه ديال الفورص، واحد المعلقه كبيره مع امرش ديال الخميره، المهم على حسب الجو، ما تكونش عامره، ملي يكون البرد راه غتزيدو. جوج خمارات ديال الله جوجات، وقبصه ديال الملح، وهذا مكان، وغادي تخلطوه بخمسه ديال الكيسان ديال العنب النيز ديال الماء. انا غنخلطهم هنا في هذا البول، عاد غادي نديرهم في الميكسر يتميلونجيو مزيان باش نبدا نطيب فيهم. تخلطوا هنا النواشف اش كتزيدوا عليهم الماء. هانتوما الماء، زدت البنات زدت خمسة الكيسان ديال الماء، غادي نخلط هادشي مزيان عاش نطحنو في مولينكس ونرجع ليكم. هانتوما البنات درتو في الميكسر، غادي نطحنو ونرجعو. هانتوما البنات يلاه كيف طحنتو هاد الوصفة ديال البغرير، بزاف ديال البنات طلبوها مني في على صفحتي في الانستغرام، غنخلي لكم اللين باش تدخلوا ليها، كنبارطاجي فيها حتى هي الوصفات وداكشي. دونك قلت غادي ندير الوصفه ديال البغرير نحطها في اليوتيوب باش هكا اللي بغاها يعاود يرجع ليها. الوغ ميلونجينا هذاك الشيء مزيان في الميكسر وغنبداو نطيبو فيه، غنخليه يرتاح غير واحد جوج دقائق بلا ما سخنات المقله ونبداو ان شاء الله. ها القوام البنات ديالو كيفاش كيجي، كيجي خاطر. هانتوما راني ديجا درتها فوق البوطة، كيجي ناجح 100%، هادي راه أول وحدة غادي نجرب. هانتوما البنات راني حيدتها وقلبتها باش تعاود تزيد شوية من الفوق، وغنزيدها شوية طياب من اللور وغادي نحيدها. المهم هكا كيفاش كتجي، وهانتوما كيما كتشوفو تقابل. غير شويه طياب من الفوق باش ما تبقاش لكم شويه معجنه، صافي وكتحيدوا. ها انتما البنات تكون غير ايديكم خفيفه ان شاء الله راه يجيكم ناجح. كتعطيوها المهل حتى كتبدا طيب، وكتبدلو وحده بوحده. وغنسالي هاد العجينه البيضاء، غندير نصف ديال الكميه ديالها بالكحل، وغنبقى نخالف بيناتهم في التبصير، كيجيو رائعين. وهذا راه الحجم غير صغير، راه هاد المقيله صغيره البنات، فريمون غزاره. وصحتكم انتما البنات. اللون اللي حصلت عليه كناخذ تقريبا مقدار هاد المغرفه بحال هكا، وكنفرغها في المقيله وكيطيب. هانتوما البنات شوفوا اللون كيفاش كيبدا يتغير، كيولي يبدا غادي وكيولي قهوي. البنات من بعد ما ضفت ليه الشوكولاط شوفوا كي كيولي كيبدا غادي وكيغمق، كيجي غزال وكيجي فن بحال هكا الارادات. كتبغي تبدل هذاك اللوين الابيض، وما تنساوش البنات دعموني بالاشتراك في القناه وديروا لايك وابوني. شكرا.